أثنى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى على توثيق أجزاء مهمة من الحركة الرياضية البحرينية وتحديدا في لعبة كرة القدم، والذي يسهم في الحفاظ على تاريخها والتأكيد على الجهود المبذولة من قبل المسؤولين بالرياضة البحرينية ورؤساء وأعضاء المجالس الذين تعاقبوا على إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم بمختلف الفترات التي مرت بها الكرة البحرينية، والتي ساهم في تحقيق النتائج المشرفة والإنجازات بمختلف المشاركات. جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بمجلسه سموه العامر بالرفاع الإعلامي المخضرم ماجد سلطان، حيث تسلم سموه كتاب الكرة البحرينية مسيرة إنجازات. وأكد سموه على أهمية الكتاب الذي يحمل ثنايا تاريخية رياضية بارزة في فصول الكرة البحرينية، وما شهدته من تحديات واضحة ومحطات بارزة منذ نشأتها وحتى يومنا هذا، ويحكي كذلك مسيرة الفرق المحلية بالمسابقات الكروية والنجوم التي شهدتها اللعبة وقصص النجاح التي سطرتها الفرق والمنتخبات الوطنية في العديد من المشاركات الخليجية، مقدرا سموه الدور الكبير الذي يقوم به الإعلامي المخضرم ماجد سلطان في مجال الإعلام الرياضي في مختلف فئاته من خلال العطاء الكبير الذي يقدمه والذي ساهم في بناء القاعدة الإعلامية الرياضية ليس في المملكة فقط بل على الساحة الخليجية أيضا. بعدها استقبل سموه الكاتب والمخرج البحريني أحمد يعقوب المقلة، والذي أهدى سموه نسخة من كتابه الشعري من تأليفه وإعداد الشاعر محسن الحمري بعنوان شط الوله، وقد أشاد سموه بفكرة هذا الكتاب الذي يلامس حقيقة الواقع الجميل للبحرين ولأهلها من خلال الشعر الشعبي، مقدرا سموه الجهود الواضحة التي بذلها المقلة في تعزيز الحركة الفنية في المملكة وعلى صعيد دول مجلس التعاون من خلال الدور الكبير الذي لعبه في إيصال الرسائل الهادفة للمجتمعات الخليجية عبر إخراجه للعديد من المسلسلات التلفزيونية الناجحة التي تميزت في نقل الواقع الحقيقي لدول المنطقة، متمنيا سموه في الوقت ذاته كل التوفيق والنجاح للمخرج في أعماله المقبلة. كما استقبل سموه الإعلامي الشاب حازم الشيخ، والذي أهدى سموه نسخة من مؤلفه تحت عنوان استطلاع رأي عينة من النخبة الإعلامية نحو التغطية التلفزيونية للانتخابات البرلمانية 2014 بمملكة البحرين، والذي أعده لنيل درجة الماجستير. وأكد سموه أن الإعلام البحريني يشهد حضورا متميزا للطاقات الشابة التي تحمل التطوير والإبداع، والذي انعكس على إحداث نقلة نوعية في هذا المجال، مضيفا سموه أن الشباب البحريني يمتلك الفكر الإيجابي ما يسهم دائما في ترك بصمة واضحة في إبراز الحركة التنموية الشاملة للمملكة. وقد أثنى سموه على الجهود الكبيرة التي بذلها الإعلامي حازم الشيخ في إعداد الدراسة وما تضمنت من تحليل موضوعي حول التغطية التلفزيونية في سير العملية الانتخابية، مؤكدا سموه دعمه وتشجيعه للجهود المبذولة في المجال البحثي والعلمي، متمنيا سموه في الوقت ذاته للإعلامي حازم الشيخ دوام التوفيق والنجاح. في الحقيقة كان لي شرف اليوم مقابلة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، بالتشرف بالسلام عليه، وفي نفس الوقت تحديث نسخة من كتابي الكرة البحرينية مشوار وإنجازات. وبصراحة كعادة دائما الشيخ خالد جلسته ما تمل، ولقاءه يعني لقاء شامل دائما، ما يتناول في جانب معين ولكن يتناول كل الجوانب بما فيها الجوانب الإنسانية والاجتماعية حق ضيفه، وكان كريم معان لأبعد الحدود. في هذه المناسبة أنا أشكره وأتمنى له إن شاء الله التوفيق، وإحنا متأملين كل خير في الرياضة الجديدة وفي الشباب الجديد والقيادة الشاب الجديد لمملكة البحرين. أنا تشرفت بلقاء سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وأهديت كتابي أو ديوان الشعر شط الولا، مو قريب على سموه طبعا اهتمامه بالشعر واهتمامه أيضا بالفنان البحريني، تطلعاته أن احنا نوصل للعالمية من خلال أعمالنا المحلية، فشرف بالنسبة لي لقائي فيه، و ما يعني ما قدم لي حتى من نصايح تثري العمل الفني والشعري في البحرين.